محطتنا الأخيرة لليوم نور. ميسان محطتنا الأخيرة لليوم من عالم الإعلام والسوشيال ميديا، وتحديداً عن دور الإعلام الاجتماعي في الشائعة والشائعة المعاكسة. واليوم رح نحكي عن دور هالإعلام في ريادة الأعمال مع المدرب الوطني المعتمد مصطفى عباس. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. هلأ بالبداية خلينا نذكر بمفهوم الإعلام الاجتماعي لك الأشخاص اللي عم يسمعونا. هلأ كلمة الإعلام الاجتماعي هو فكرة العصر اليوم، يعني كل شيء اليوم موجود عنا على موبايلاتنا، على كمبيوتراتنا، بحياتنا اليومية، بالمرض الجديد يلي اسمه المستطيل الصغير، اللي نحن طول نهارنا بنضل قاعدين عم نشيك واتساب وفيسبوك وتويتر وإلى آخره من ذلك. وحتى صار الإعلام الاجتماعي هو شيء بحياتنا اليومية. كلمة اجتماعي هو الفكرة منه أنه هو أقرب إلى الناس، يعني العالم دائما موجود بين إيديهم، فوين ما نحن كنا موجودين قدرانين نعمل تشيك برنامج أو أي أبليكيشن موجود على موبايلنا على الكمبيوتر في حال كان الكمبيوتر موجود بين إيدينا إلى آخره من ذلك. فكرة الإعلام الاجتماعي هي الفكرة اللي شوي اليوم هي تطورت. بدي الإعلام الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي بديت للتواصل بين الناس لحتى تعمل عملية جمع لبعض الأشخاص اللي هن كانوا أساسا ممكن يكونوا رفقات قدامة نحن ما كنا عم نشوفهم من أيام المدرسة، أفراد عائلة بعاد عن بعض إلى آخره من ذلك. طبعا تطورت الحالة لأنه صارت الشركات الكبيرة، الحكومات، المنظمات، التجمعات، الاتحادات بالعالم صارت تستخدم هذا الإعلام، واعتبرته أنه هو نوع من أنواع الإعلام الجديد. يعني ما عاد اسمه بس الإعلام الاجتماعي مثل ما نحن بنسميه، صار في نوعين للإعلام: الإعلام التراديشنال أو التقليدي اللي نحن بنشوفه كل يوم، اللي هو تلفزيون ومجلة وأي شيء من الإعلام اللي نحن متعودين عليه كل يوم، وراحوا لشيء جديد اسمه الإعلام الاجتماعي اللي هو سموه الإعلام الجديد. كلمة الإعلام الجديد حكينا سابقا أنه هو شيء حلو. ليش؟ لأنه موجود دائما، قدرانين نستخدمه بطريقة الشر وقدرانين نستخدمه بطريقة الشيء المنيح. هلا نحن عم نحاول بش قد ما بنقدر إنه نوجه الناس للطريقة الإيجابية أو الطريقة اللي فعلا نقدر نستفيد منه، نستفيد منه، وبنفس الوقت ما تكون هي عبارة عن يوم من الأيام ما نكون عم نأدي ردة فعل، نكون فعلا عارفين التغيير تماما شلون عم يكون. هذا اللي بدي أسألك عنه مصطفى، قديش دور الإعلام الاجتماعي مهم؟ مثل ما قلنا جميع المؤسسات صارت تعتمده، جميع الجهات، خصوصا لسرعة وصول الخبر. صحيح. والمعلومة، هيدا الإعلام صار بيدخل على غرفة نومك وانت قاعد بالبيت. خلينا نحكي عن دوره اليوم، دوره الإيجابي، كيف فعليا فيني أنا استثمره بطريقة إيجابية. السلبيات يمكن أكثر من الإيجابيات، وفينا تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات. خلينا نحكي عن هيدا الدور اليوم. سيدتي، بكل وسيلة من وسائل التطور التكنولوجي اللي موجود بين إيدينا اليوم، هو في له نمطين، في له النمط السلبي والاستخدام السلبي، وفي له النمط الإيجابي والاستخدام الإيجابي، ونحن حسب شلون مندور. يعني أنا لما بدور على الشيء الإيجابي فأنا حلاقي الشيء الإيجابي، لما بدي أبحث عن الشيء السلبي فأنا حلاقي الشيء السلبي. معظم المنظمات العالمية وقت بلشت تشتغل، مثلا صحيفة واشنطن بوست بآخر تقرير كان لها أنه أكبر شركات العالم بلشت تتوجه باتجاه الإعلام الاجتماعي لتزيد نسب مبيعاتها وتحط الخطة الترويجية تبعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم البادجت الإعلانية مثل ما نحن كنا نشوف كانت تروح باتجاه التلفزيون وتروح باتجاه البيلبورد واللوحات الطرقية وإلى آخره من ذلك، اليوم لا، صارت عم تروح باتجاه آخر، صارت عم تروح باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه اليوم نحن بكل مرحلة من مراحل حياتنا في شيء اسمه النافيجيشنز أو بيسموه الإشعارات. تمام. الإشعارات هي دائما موجودة، ما بنلاقي غير الموبايل عمل رجة صغيرة أو عطس إشعار صغير بصوت أو بشيء إنه اليوم صار في تحديث جديد لشيء أنت عم تتابعه، لشركة أنت عم تتابعها، لشخص أنت عم تتابعه إلى آخره من ذلك. هذا الشخص هلأ نشر. طيب بالإعلام التقليدي في شغلة كتير مهمة اللي هي ساعة وصول الخبر. يعني في شيء محدد، أنا بدي استنى البرنامج الفلاني أو الإعلان الفلاني، مو دائما أنا بقدر أحصل على النتيجة اللي أنا بدي إياها. بالإعلام الجديد صار في عنا شيء اسمه الإشعارات، صرنا نقدر نستثمر هاي الإشعارات لحتى نحن نوصل لكل الناس وبالسرعة اللي نحن بدنا إياها. يعني ما عاد في مكان، ما عاد في زمان، وصار هيدول العوامل صارت مفقودة تماما. طبعا هذا الشيء هو مثل ما قلنا له شيء إيجابي وله شيء سلبي. الشيء
إيجابي إنه نحن الشيء اللي بيناتنا الحالة الاجتماعية الحقيقية بلشت عم تتراجع شوي. بنلاقي 5-6 قاعدين بقلب البيت بعيلة واحدة، كل حدا حط الموبايل بإيده وعم يشتغل فيه ليقطع النت ليشوفوا بعضهم. أكتر من هيك إنه هن ممكن يطلبوا من بعضهم أي شيء عن طريق السوشيال ميديا. الكهرباء يعني صار في شيء لقطعت الكهرباء لقطعت الإنترنت، إنه صار العالم تشوف قديش عايشين بعائلة ظريفة لما هن تقطع أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا اليوم. هلا الفكرة اللي نحن اليوم حابين نسلط الضوء عليها عن جد هي فكرة ريادة الأعمال بالإعلام الاجتماعي، دوره بريادة الأعمال. قديش ريادة الأعمال اليوم شيء مهم، وخاصة ببلدنا، ببلد فيها نوع من أنواع الحرب اللي أغلب الناس أو خلينا نقول جزء من الناس بلشت تخسر أعمالها، بلشت تتراجع نسبة مبيعاتهم، ممكن تتراجع نسبة وصولاً للجمهور بشكل أو بآخر. الإعلام الاجتماعي اليوم صار فيه له دور كتير مهم لحتى يسوق المنتج، لحتى نحط الخطة الترويجية تبعنا عليه، حتى صار بإمكاننا إنه نحن نعمل بزنس أو نعمل فلوس. هلا ممكن بحلقات تانية إنه نحن فعلا نعطي شيء عملي أكتر، يعني نفتح لابتوب ونورجي الناس شلون هي ممكن تشتغل بطريقة إنه هي فعلا تطالع فلوس من وراء الإعلام الاجتماعي ومن وراء مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم فيديوهات اليوتيوب هي عم نشوفها نحن يعني على فكرة ما في شيء بيقدم مجانا إلا بيكون أنت اللي عم تدفع حقه، يعني أنت بتكون الزبون تبعه لاحقا. لما أنا بيكون بلحظة عم باخد خدمة ببلاش بالمطلق، هلا دائما هي الخدمات ببلاش بالمطلق، يعني فيسبوك هو ببلاش بالمطلق، نحن ما بنعمل اي شيء، هي بتكلفنا القصة. بس فعليا عم ندفع شيء ان كان من وقتك من معلوماتك في تفاصيل اخرى ثانيه. يمكن هي هلا انا اليوم شوي بدي احكي تجاريا. تجاريا الوقت كل حدا قدران يعمل اللي بده اياه، يعني انا اليوم قدران اعمل كنترول، فيني احذف ابلكيشن الفيسبوك من عندي وما عم اشوفه اذا بدي، بس بمكان ما اليوم نحن كلنا معلقين فيه. يعني صار في عنا عمليه علاقه مباشره أعمالنا، لأنه صارت أعمالنا عليه. يعني نحن اليوم في عنا الزبون عم يعطيني فيدباك مباشر على كل شغلة أنا عم بعملها عن طريق الفيسبوك، عن طريق هاي الإشعارات وعن طريق رأيه اللي أنا عم بشتغله. اليوم الفيسبوك بشكل عام عم يقدم خدمة مجانية بالمطلق لكل حدا بتكلفه تعمل كرييت أكاونت أو إنشاء حساب والسلام عليكم السلام. الفكرة الأساسية ليش حقه 17 مليار دولار اليوم؟ مو لانه هو بيقدم خدمه ببلاش اكيد، لانه نحن اساسا يلي عم نكون عم ننباع بمكان ما لشركات تانية. يعني انا اليوم شو اهتماماتي، بتلاقي لحالك انت عم يطلع لك نافيجيشن على اهتمامات معينه لانك انت بتكون قايل شو اهتماماتك. انت اليوم كزبون، انت زبون فعلا عم تاخذ خدمه ببلاش، بس في زبون تاني عم ياخذ هي الداتا لحتى يعمل ماركتنج ريسيرش، ليعمل ابحاث تسويقيه، ليعمل هذا الشيء لنا، ليبعث لنا منتجه، وهذا المنتج يكون هو خدمه عم يقدم لي اياها لاشتريها انا وبالناتج ادفع حقها. فاذا اليوم قد ما تقدمت وسائل التواصل بشكل او باخر بشكل مجاني، هي بالنتيجه بيكون طالع منها فلوس. احيانا بنفتح فيديو على اليوتيوب فبيطلع قبل الفيديو لحظات صغيره هي عباره عن اعلان صغير، هذا الاعلان الصغير هو مدفوع الاجر، لانه هو بيكون على كل كليك نحن عم نعمله او على كل نقره نحن عم نعمل على هذا البرنامج عم يدفع فلوس شركه للشخص اللي عامل هذا الفيديو. اذا نحن قدرانين مو بس نعمل وسائل تواصل اجتماعي لحتى نتواصل مع بعضنا ونفتح تشات وإلى آخره من ذلك، لا، نحن قدرانين نعمل فلوس من وراء هذا الشيء. منصات التواصل الاجتماعي قدرانة تعمل فلوس إذا بقام كتير كبيرة. حتى اليوم الأعمال الجديدة أو ريادة الأعمال الجديدة هي كلياتها لحتى شلون تعمل مشروع صغير، تعمل قبل ما تبدأ بهذا المشروع أنت بدك تروح تعمل ماركتينج ريسيرش، تعمل بحث تسويقي، تعرف شو هي الاحتياجات تبع الناس، بدك تعرف شلون تأمن هذا الاحتياج وشلون تخلق الحاجة لأنه هنن يأخذوه لهذا المنتج بالنتيجة. هذا كلياته قبل ما تعمل مشروعك الصغير قدران تعمله عن طريق السوشيال ميديا وببلاش. هاي أهم شيء. يعني أنا رائد أعمال ورأس مالي كتير صغير ويا دوب عندي شوية منتجات بدي صنعها وطالعها، قدران أنك تعمل كل هاي الريسيرش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مجانا، ما بتدفع ولا شيء، حتى قدران تعمل ماركتينج بلان وتحط أو خطة تسويقية وتحط كل هاي الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي كمان من دون ما تدفع ولا ليرة. ليه؟ لأنه أنت بالنتيجة هاي كلها موجودة بين إيديك، عارف شلون تستثمرها صح لحتى تسوق لمنتجك.
اوكي، يعني هلا هي مفهوم رياده الاعمال ما كثير، يعني الاشخاص يمكن في ناس ما كثير فهمانين شو هو رياده الاعمال، فكيف عن طريق الاعلام الاجتماعي؟ خلينا هيك نوضح لهم اكثر شو قصدنا برياده الاعمال. ريادة الأعمال هي فكرة البعيدة عن الوظيفة، وهو إنشاء مشروع صغير أو مشروع خاص بيكبر هذا المشروع وبينمو هذا المشروع مع الجهد الشخصي للأشخاص. يعني ممكن يكون هو فرد، ممكن يكون عدة أفراد، ممكن تكون شركة صغيرة، ممكن تكون شركة متوسطة، هي اسمها ريادة الأعمال. يعني مثلا فيسبوك هو في مشروع ريادة أعمال، لأنه هو مجموعة شباب طلعوا بفكرة معينة، هي الفكرة صارت منصة تواصل اجتماعي، بلشت تتطور، كانت مؤلفة من 3 أشخاص، بلشت تتطور هاي المنصة، اليوم فيها مؤسسة، اليوم صار فيها أعداد كبيرة من الموظفين، صار حقها 17 مليار دولار. يعني نحن فكرة ريادة الأعمال بتبدأ بفكرة، فكرة بس بدها تكون مختلفة، معروف تماما ليش نحن عم نساوي هاي الفكرة، معروف مين الشعب اللي بده يحتاجها أو مين الشريحة اللي بتحتاجها، معروف مين هن زبايني اللي أنا بدهم يشتغلوا عليها، وبنفس الوقت بلش بتكبر هاي بيكبر هذا المشروع شوي شوي لحتى يصل لمشروع كبير أو لحتى يصل لمنظمة أو مؤسسة كتير كبيرة. طبعا هلأ شلون الدمج بيناتهم؟ شلون أنا ممكن أبدأ بفكرة وروح أدمجها بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا الدمج هو عبارة عن فكرة طلعت معنا، عملنا لها ريسيرش، هذا الريسيرش بحثنا عن النيد تبع الناس، مين هي الشريحة اللي أنا بدي أشتغل عليها، بعد منا تماما رحت لمحل تاني، شلون بدي أعلن لهم؟ شو هو الشيء اللي بيشدهم؟ هون أنا بقدر ساوي فكرتي تكون هي شيء جديد وبنفس الوقت أنا أتصل للناس وينمو هذا الشغل. أكيد يمكن الحديث عن الإعلام الاجتماعي ودوره في ريادة الأعمال بحر يمكن. صحيح. فأكيد رح نكفي معك أستاذ مصطفى عباسي في الحلقات القادمة، بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، نتمنى لكل الأشخاص تتابعونا أن يقدروا يستفيدوا من هالمعلومات وفعلا نصير نستثمر مواقع التواصل الاجتماعي وتصير أكثر من ما أنه هي عم تسرق وقتنا يمكن على الفاضي، لأن نقدر نحن نستفيد منها. شكرا كثير لك، يسعد صباحكم مرة جديدة. شكرا لك ميسان.